في هذا العدد نتابع حدث انعقاد لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول إسهامات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. فقرة ثلاث أسئلة إلى نرصد من خلالها واقع قطاع التعليم ببلادنا على ضوء عمل لجنة موضوعاتية في هذا الباب. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع معكم لقاء دراسيا انعقد بمجلس المستشارين، موضوعه كان حول إسهامات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. نتابع كواليس هذا اللقاء وكذلك تدخلات مختلف الأطراف في هذا التقرير. الوقوف على تصورات واقتراحات النسيج الجمعوي الفاعل ميدانيا في مجال الإعاقة وتجميع ملاحظاته بخصوص هذا الموضوع كان مضمون لقاء دراسي بمجلس المستشارين نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية حول الإعاقة في انتظار تقرير عمل هذه اللجنة. هدف من هذه المجموعة الموضوعاتية لأن هي واحد الآلية قانونية كينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كتمنح له يعني لما كتكون كيتم إحداثها عندما يكون يعني لا تتعلق الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمه، او عندما كيكون واحد الموضوع عرضاني يعني كيفوق فوق اختصاص ديال الجمعيه ديال جوج الليجان. اذا حنا اليوم غادي يكون الغرض من هذا الاجتماع هو اننا التقرير، لان بالنهايه غادي نديروا واحد التقرير اللي خصو يكون كيعمل يعني كيكون يعني موضوعي وفيه الحياد، يعني باش يمكننا من بعد غادي نلحقوه بواحد الاستماع اليوم دراسي اخر غيكون مهم اللي غادي يكون فيه الاستماع الى القطاعات الوزاريه المعنيه، لان الغرض ديالنا من هذه العمليه كلها هي نحققوا الالتقائيه، لان جات هذه المجموعه الموضوعاتيه بالاساس لما كانت كتجينا اسئله قطاعيه مختلفه وما كنحسوش فيها بهذا النوع من الالتقائيه، فلما كل وزير كيعبر يعني كيجاوب في القطاع ديالو كنوجدوا بان كاين واحد الالتقائيه ما كايناش. اذا حاولنا من خلال هذه المجموعه الموضوعاتيه نحققوا هذه الالتقائيه. ومن بين الافكار التي طرحت خلال هذا اللقاء ضروره مواكبه هذه الفئه بشكل دائم من خلال احداث منصه الكترونيه مرتبطه بالسجل الاجتماعي الموحد لتسهيل المواكبه الصحيه على كافه المستويات. احنا اليوم جد سعداء بهذا اللقاء الدراسي حول إسهامات المجتمع المدني في النهوض بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة داخل البرلمان بمجلس المستشارين. صراحة لنا الشرف أننا نحضر اليوم كمجتمع مدني في مجال الإعاقة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون واحد يوم دراسي ناجح ونخرج بتوصيات اللي هي يعني قوية من أجل النهوض بهذه الفئة هذه من المجتمع المدني. نحتاج لدعم الحكومة لينا، لأن مجال الإعاقة ماشي مجال مختصر على العائلة وصافي، مختصر حتى على الحكومة بالدعم ديالها لينا وجميع القطاعات سواء القطاعات الجماعية ولا الحكومة. الحمد لله تلقينا بزاف المسائل اللي احنا ماشيين فيها في مسار المجال مع وليداتنا في إقليم الحسيمة، والحمد لله غادي نخرجوا، مازال عندنا بزاف التوصيات اللي غادي نحطوهم اليوم في هذا اللقاء التواصلي اللي كان جد مهم بالنسبه لينا كإقليم الحسيمة، لان احنا عندنا نقص كبير في الحقيقه، والحمد لله اليوم غادي نحطوا التوصيات ديالنا. المتدخلون طالبوا بالعمل على إلغاء صبغة المنفعة العامة في تقديم المنح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مشيرين إلى أن إقرار هذا الشرط أسهم في تقويض عمل الجمعيات الناشطة في المجال. يبقى أنه مشكل الأولوجيات في المغرب كامل صعيب جدا، لأن حتى الإدارات اللي كتمشي كتلقى راه بالنسبة للأولوجيات كيكون صعيب. ما كايناش، رغم انه كاين قانون منظم على انه البنايات لابد انه ما تحترم واحد المعايير ديال الولوجيات. تيبقى السؤال الاخر عاود التطبيب، يعني بالنسبه للاشخاص الواعقين عنده حاجات، عنده كيحتاج ادنى الاحوال كيتلقى غير هاد لي فيكي هادو، راه كيكون صعيب عليه. يعني الكراسي المتحركه كتكون حتى هي صعيبه، كتسنى حنا كتجينا الاعانات من دول اخرى، واش هذوك الاعانات عينيه اللي كتجي ماشي اعانات، ماشي ماتيريال جديد ولكن قديم، عاد باش نعاود نفرقوه.
كتفرغ وتكون عندك عاوتاني لا ليست دطون طويله عاوتاني. الحاضرون أكدوا على ضرورة استكمال ترسانة القانونية التي تهتم بقضايا الإعاقة، مؤكدين على أن النصوص التنظيمية المرافقة للقانون رقم 97/13 ضرورية لضمان تنزيل السياسات العمومية في المجال. تشتغل لجنة عمل موضوعاتية بمجلس المستشارين حول موضوع يتعلق بإصلاح قطاع التعليم في إطار تقييم السياسات العمومية. فماذا نقصد بتقييم السياسات العمومية؟ وكيف يمكن تشخيص واقع قطاع التعليم اليوم ببلادنا؟ وكيف تؤخذ تقارير هذه اللجان بعين الاعتبار؟ أجوب عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى. السؤال الأول موجه إلى السيد خليهن القرش عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ماذا نقصد بتقييم السياسات العمومية والجدوى من هذه الآلية؟ هذا النقاش ديال حول تقييم السياسات العمومية واللي جانا من بعد الدستور 2011 اللي تمنح هذا الحق ولا هذا الدور للمؤسسات البرلمانية لتفعيل اعطاء دور اكبر للمؤسسات الدستوريه كبرلمان وخصوصا مجلس المستشارين اللي كتعرفوا التركيبه ديالو هو كيتكون مجموعه من النقابات مجموعه من الهيئات الاجتماعيه والسياسيه. هذا كيفرض علينا كمؤسسه ديال مجلس المستشارين ان نديروا تقييم عام للسياسات العموميه، يعني الحكومات المتعاقبه كطرح مجموعه من السياسات ومجموعه من البرامج السياسيه اللي اصبح لزاما علينا تقييمها ونشوفوا مدى نجاعتها ومدى نجاحها ومدى حل هالمجموعه من المشاكل اللي على المستوى الوطني ايضا، باش واش نشوف التجربه ولا نتوقفوا. وكيبقى دورنا حنا كمؤسسه دستوريه كنديروا وخرجوا بتوصيات مجموعه من التوصيات اللي كنحيلوها للحكومه كنحيلوها على مجموعه من المؤسسات الدستوريه كالمجلس التنفيذي، يمكن تخاد باعتبار يمكن ما يتخاش بالاعتبار، ولكن ضروري اننا كمؤسسه دستوريه كبرلمان اننا نديروا تقييم جميع السياسات العموميه. هذا دورنا في مراقبه الحكومه وهذا دورنا الدستوري من داخل الدوله. نفس السؤال موجه إلى السيد عبد الله الساعف أستاذ جامعي. الهدف هو الوصول إلى حكمة جيدة مراقبة ديمقراطيا وفيها أكبر قدر ممكن من الشفافية وفي متناول المواطن، يستطيع المواطن أن يفهم الحيثيات المضامين الأهداف والطريقة ديال التصرف في الواقع إلى آخره. هذا هو الهدف ديال التقييم، والتقييم فيه عدة أبعاد، فيه المراقبة الديمقراطية أنه واش هذاك الشيء اللي التزمت به الجهات المسؤولة هل نفذ كما قدم، بأية طريقة، هل كان ذلك بشكل له فعالية، هل حقيقة ما تم تقديمه عرف طريق الواقع، ما أثره على الواقع، ما دلالته، واش كان يمكن الهدف في جهة وفي الممارسة تغير الهدف إلى آخره. هذا التقييم هذه من الأشياء التي يحاول تقييم الوقوف عندها وتصحيحها إذا اقتضى الحال، يعني مراجعة تلك السياسة إذا ما كانش تلك السياسة مقنعة وخذت اتجاه اللي ماشي هو الاتجاه الأصلح بالنسبة للمقاييس الحكمة الجيدة. في دستورنا عندنا عدة إحالات للتقييم وفي عدة مستويات، التقييم اللي كيتمارس هنا في هذه المؤسسة اللي هي البرلمان بوجهيها مجلس النواب ومجلس المستشارين، طبيعي جدا انها تمارس هذه المهمه ديال الرقابه، رقابه كيف يتم انجاز السياسات العموميه وكيف تتم مواكبتها وكيف تتم
تقييمها وإدماج نتائج تقييم في المراجعة أو في التقوية أو في الإصلاح إلى آخره. هذا شيء اللي هو عادي بالنسبة للدستور، يقف عند هذا في سبعة المواد على الأقل، ولكن كاين مواد أخرى من غير هذيك السبعة، 12 مثلا، 13، 70، الباب الأخير ديال الحكمة الجيدة، هذو كلهم كيركزوا على التقييم. وكاين زوايا مختلفة، التقييم ديال المؤسسة البرلمانية ماشي هو التقييم مثلا ديال المجلس الأعلى للحسابات، كاين اللي كيتلاقاو في كذلك الوسط، كذلك مثلا بالنسبة للتعليم المجلس الأعلى للتعليم إلى آخره، هذه كلها أصبح مفهوم محوري وغني بالممارسات، وحنا في علم السياسة نراقب ونعاين هذه الممارسات. السؤال الثاني: ملف التعليم موضوع لتقييم السياسات العمومية، ما هي راهنية هذا الموضوع؟ الجميع يعرف أن التعليم من بين الركائز الأساسية لتنمية الدولة والتطور الدولة، وكاتخاذ بعين الاعتبار في مؤشر التنمية على مستوى الدولة. والتعليم الآن هو موضوع نقاش حقيقي داخل المغرب، نقاش خلقه طرحه صاحب الجلالة بشكل صريح وواضح، وقال أن خصوصا أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات، مجموعة من البرامج اللي، ولكن رغم هذه البرامج ورغم هذه الإصلاحات ورغم هذا الشيء كامل، ما وصلناش للمستوى أننا نطور مستوى التعليم على المستوى المغربي، كيعاني مجموعة من الإكراهات كيفرض علينا الآن أننا ندير واحد تقييم حقيقي موضوعي لهذا القطاع، نسمعوا لجميع الأطراف، جميع الشركاء في هذا القطاع، باش نخلقوا، باش نعطوا واحد توجه جديد، ونشوفوا فعلا لماذا فشلت التجارب السابقة وكيف يمكن إنجاح التجارب اللاحقة، لأن هذا قطاع اللي عنده متدخلين بزاف، عنده تدخلات كبيرة، وهو كيكون عنده واحد الوقع كبير على المجتمع، لأنه هو اللي غيخلق لنا غداء أطور، هو اللي غيساهم في التنمية، هو اللي غيحارب الجهل، هو اللي غيحارب الأمنية. هذا قطاع اللي ما هو ماشي قصرا على الحكومة ولا على المؤسسة الدرسية، هو قطاع ديال أي مغربي ومغربية في هذا البلاد. كيفاش كتشغل لجنة العمل الموضوعاتية ميدانية؟ كاين برنامج مطروح من طرف اللجنة الموضوعاتية الآن، اللي هو غادي ينفتح للجميع المتدخلين في القطاع، من الموارد البشرية ونساء ورجال التعليم اللي غنتصنتوا لهم عبر نستمعوا لهم عبر تمثيلياتهم، النقابات أكثر تمثيلية غيكون لقاء مستفيد، نشير إكراهات ديالهم، رؤيتهم للحلول، رؤيتهم للمشاكل، رؤيتهم لجميع الأمور اللي وسمعوا أيضا رؤيتهم تصورهم لإصلاح قطاع التعليم، غيكون مع الفاعلين العموميين ايضا، حتى مع قطاع مع التعليم الخصوصي، ومدى مشاركته في هذا الاصلاح، ايضا مع انفتاح المجتمع المدني، وايضا الفاعلين السياسيين اللي هما عندهم دور كبير مهم في هذا القطاع، لانه بحال ما كنقولوا التعليم خصو رؤيه جديده، خصو البناء قاعدي جديد، واحد الاصلاح قاعدي جديد اللي ربما نصلحوا ما يمكن اصلاحه، لانه دائما كنقولوا ان قاطره التنميه في اي بلاد لن تمر الا عبر اصلاح قطاع التعليم. كما تعلموا انا استاذ الى حدود اليوم، وعاد خرجت من امتحانات هذه المده، هذه ما عنديش انا الصوره السوداء اللي هي موجوده عند العديد من المتتبعين والملاحظين ديال قضايا التعليم، ما عنديش ديك النظره. بالنسبه لي كل عام ورزقه، كاين سنوات اللي المنتوج الحصيله كتكون ايجابيه جدا، وكاين سنوات اللي ديال الجفاف وديال حتى في التعليم كاين شنو هي هذه مساله اللي ما نقدرش نتكلم عليها، ولكن ماشي نظره سوداويه. تعثر نعم، كاين مشاكل، كاين نقاط سوداء اللي خصنا
الاصلاح ما كيجيش بدق، ما كيجيش مره واحده، ما كاينش الاصلاح الكبير بين اللي غادي هو غادي يحل لنا بشكل سحري المشاكل. هي موجات اصلاحيه متعدده لن تتوقف، غتبقى باستمرار. سالت اللجنه الخاصه اللي كان خلقها صاحب الجلاله المرحوم الحسن الثاني، واللجان اللي جات من بعد مثل ما القوانين اللي ذكرتي الان كلها جات، وهذه اللحظات متتاليه ديال الاصلاح. وانا هكا كنشوف الاصلاح، هي اصلاحات في الواقع، اصلاحات ما توقفش، غتبقى كل عام ومشاكله، كل مرحلة، كل سياق عنده مشاكله، وبالتالي هذا كيبغي النفس الطويل والصبر. شنو الاتجاه اللي خصها تشتغل فيها مثلا هذه اللجنات العمل الموضوعاتية، يعني في نظرك مثلا، يعني من أجل إغناء النقاش؟ شنو مثلا هذه لجنه العمل الموضوعاتيه، شنو الاتجاهات اللي خصها تشتغل فيها مثلا من اجل اغناء النقاش وما تكونش فقط يعني؟ اكيد غادي تفتح نقاش جديد اللي غادي يحين الاشكالات ديال هذا الوقت. شو انا يعني واكبت مشاكل التعليم مده طويله، 2008 مثلا ملي بقى ديك الازمه الاقتصاديه الكبرى ما كناش كنتوقعوا كاين دوك الاشكالات اللي بانت. اش من برنامج غنشوفوا للمستقبل؟ في الواقع انه داك الشيء اللي طرا كان مجهول تماما. ملي كدير برامج ديال التعليم كتستبق المرحله، كتصوب برامج ديال المرحله المقبله، ولكن في 2008 داك الشيء كان غير منتظر، جاء مفاجئ. كيفاش غادي تصوروا هاد المرحله اللي كنعيشوها من بعد كوفيد وكذا؟ حتى هي كذلك ديال لا تحديد، ديال الاشياء، ما حتى حاجه ما قاره ثابته. الطريقه باش تصرفنا في خلال كوفيد كذلك شيء غير متوقع. دونك كل مرحله عندها اشكالاتها، ولهذا كنتصور بانه غتبقى تابعنا المهمة الإصلاحية، تبقى تابعنا ولاصقة فينا. وبالتالي هاد اللجنة خصها تطرق للإشكالات اللي كاينة دابا. كاين الأشياء اللي موروثة عن المراحل السابقة، وكاين إشكالات اللي وليدة ديال هاد الظرفيات المتتالية واللي كتغير على الأقل تحين وإعادة التفكير وإعادة التأسيس وأخذ نفس جديد. هل من أثر ميداني وواقعي لتقييم السياسات العمومية وإعداد التقارير في هذا الباب؟ كانت تجربة في السنة الماضية، نحت لجنة الأمن الصحي وكانت لجنة الشباب تقييم السياسات العمومية للدولة في هذه القطاعات. الآن إحنا الآن في قطاع التعليم، لأن مني كانت صمتوا بكل حيادية جميع الأطراف، كيكون واحد التقرير حيادي، واحد التقرير فيه تصورات للجميع، جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع كيكون، وهذا التقرير كيتخاذ بعين الاعتبار من داخل جميع المؤسسات الدستورية، كيتحال على الحكومة، كيتحال جميع المؤسسات الدستورية باش كيتخاذ بعين الاعتبار التوصيات ديالو والملاحظات ديالو والنتائج ديالو في أي إصلاح مستقبلي وأي إصلاح اللي غادي يمس هذا القطاع التعليم. وتراكم التقارير في جميع الأحوال كيكون مفيد اللي باغي، اللي فعلا كيشتغل في الحق العام مفروض انه يتاثر به ويشتغل على اساسه وياخذه بعين الاعتبار ويحين برامجه، يحين التشخيص ديالو للواقع والبرامج، برامج العمل. ما كنظن هذه هي الفائده الكبيره. وكثر التقارير عندها وظيفة أخرى، أنها كتزيد توضح لنا، كتوضح في النقاش العام ديال المواطنين، ديال مجموعة المواطنين. كثر التقارير واخا يوقع تضخم، وما نكونوش كنقراو كل شيء، كتغني الرؤى ديالنا، كتغني ما هو متوفر،
كتعطي اليات اللي بغى يخدم راه كاينه امكانيات وحنا مفروض كلنا باغيين نخدموا. وبهذا مشاهدينا ناتي لنهايه هذا العدد من المجله، شكرا على وفاء المتابعه والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله.